قضية تعود لاستغلال المعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات انطلاقا من الحدود الغربية للوطن وصولا إلى الحدود الشرقية منها قصد بيعها. كافة التحركات المشبهة به الرئيسي أين تم توقيفه بمدينة بشار في حدود الواحدة صباحا، في حين مكنت عملية تفتيش مسكنه من ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي ب 6.450 كيلوغرام. في نفس السياق تم توقيف مشابه بهما آخرين كان على متن مركبة نفعية من نوع رونو ماستر تحمل ترقيم ولاية الجزائر، كان بصدد محاولة الحصول على كمية المخدرات المضبوطة قصد نقلها إلى ولاية شرق الوطن. بشأن القضية تم توقيف مشابه بهما آخرين مع حجز سيارة من نوع هيونداي أكسنت تحمل ترقيم ولاية بشار، أين مكن إجراء تفتيش مسكن أحدهما بموجب إذن عن وسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار من حجز كمية أخرى من مادة الكيف المعالج قدر وزنها ب 48 غرام.